بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأحباء، أهلا بحضراتكم فيديو جديد. إن لم تستحي فافعل ما شئت، مقولة شهيرة جدا كلنا عارفينها، أصبحت بتنطبق على ناس كتير جدا في هذا الزمان، الوقت اللي احنا عايشين فيه. في ناس كتير جدا لا تستحي من أن تقوم بأي أفعال مخجلة أو مخلة، وبالتالي فهم بيعملوا اللي هم عاوزينه. إن لم تستحي فافعل ما شئت، المقولة دي بتنطبق على المشهد اللي أنا هعرضه لحضراتكم دلوقتي، مع طبعا تحفظنا او مع يعني المقوله اللي احنا بنقولها ان كل انسان حر وكل انسان يتحمل افعاله ووزر افعاله، ولكن انا بتكلم على المشهد في حد ذاته. مشهد فعلا كان مستفز جدا بالنسبه لي، لانه يعني حصل من اتنين كبار في السن، يعني حتى مش صغيرين، نقول مثلا شباب صغير، طيش الشباب واخدهم وعنفوان الشباب واخدهم، ولكن الكلام ده حصل بين اتنين المفروض ان هم كبار في السن، والمفروض ان هم يعني خارجين من رحم المجتمع المصري وعارفين ايه الصح وايه الغلط وايه اللي صح وايه اللي ما يصحش، عارفين كل الحاجات دي كلها المفروض يعني، والمفروض كمان ان هم ابناء يعني اجيال متاخره، او متاخره بمعنى ان هم يعني ناس كبار في السن زي ما انا قلت يعني، او ان هم يعني عاشوا حقب كان فيها المفروض الالتزام وكان فيها الانضباط والكلام ده كله. فلما التصرف اللي انا هعرضه لحضراتكم ده يبدر منهم فعلا، يبقى على الدنيا السلام فعلا، يعني فعلا يبقى على الدنيا، يبقى الناس دول فعلا ارتكبوا شيء انا شايف ان هو ممكن بعض الناس تقول ان هو امر عادي وطبيعي في هذا الوسط، ولكن انا شايف ان فعلا ده شيء مخجل وشيء مسف وشيء مستفز جدا. المشهد اللي عرضه لحضراتكم، المشهد باختصار قبل ما عرضه لحضراتكم دلوقتي، هو في مهرجان المسرح اللي فات ده، مهرجان المسرح القومي اللي هو اللي فات ده، في اثناء دخول الفنان لطفي لبيب، انتوا عارفين الفنان لطفي لبيب من الشخصيات اللي هي كانت انتشرت بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية، ولكن هو الان حالته الصحية يعني متدهورة لحد ما، ويعني بطل يمثل او مقل جدا في اعماله يعني. يعني كان اخر عمل اشترك فيه اللي هو الفيلم بتاع محمد هنيدي اللي هو محققش اي نجاح، ده اللي هو مرعي البريمو ده تقريبا يعني. فأثناء دخوله هو واقف تقريبا مع حد بيتكلم أو بيدلي بحديث صحفي، فإذا بالفنانة سميرة عبد العزيز. سميرة عبد العزيز، وهي المفروض يعني فجأة التفتت لقيته، وكان أو بدر منها التصرف اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. نشوف كده مع بعض هذا المشهد. زي ما حضراتكم شايفين دي بداية الدخول اهو، وشايفين ادي الفنانة سيمونة اهي واقفة، والفنانة سميرة عبد العزيز واقفة اهي، ودي لحظة دخول الفنان لطفي لبيب. طبعا الفنان لطفي لبيب يعني دايس بوس في الجميع زي ما حضراتكم شايفين، هي طبعا التفتت جت عليه زي ما هو زي ما حضراتكم شايفين اهو. بعد كده هيبدأوا بقى الأحضان والقبولات زي ما أنا قلت لحضراتكم. طبعا مشهد يعني مش كويس، أنا شايف إن هو مشهد مش كويس خالص ولا يتناسب مع سنهم، كان يعني الافضل ان هم يتصافحوا كده باليد وخلاص، ولكن المشهد فعلا مستفز. احنا مع بعض هذا المشهد، وطبعا انا بصراحه لما شفته يعني شعرت بالخجل ليهم، يعني بجد شعرت بالخجل بجد من تصرف يعني هذه السيده. المفروض ان الفنانه سميرة عبد العزيز يعني فنانه كبيره وقديره وشخصيه يعني ادوارها كلها ادوار محترمه، يعني ده اللي احنا بنشوفه منها، بنشوف هي طبعا يعني ما قامتش بادوار البطوله، ولكن الادوار اللي هي بتقوم بيها او اللي قامت بيها يعني ادوار كلها ادوار محترمه ما فيهاش اي اسفاف، ولكن ان يبدر منها هذا التصرف. طبعا ممكن طبعا يكون في مبررات عديده للتصرف اللي هي عملته ده مع الفنان لطفي لبيب، ان ده راجل كبير في السن وراجل مريض والكلام ده كله، وانا هنا بتكلمش ان هو مسلم او مسيحي على فكره، لان الغلط في هذا التصرف يعني واحد بالنسبه لمسلم او مسيحي، يعني لو رجل مسلم او رجل مسيحي انا بالنسبه رايي هيكون نفس الرأي مش هيتغير، يعني مش بقول الكلام ده لان الفنانه سميرة عبد العزيز يعني حضنت او قبلت الفنان لطفي لبيب وهو مسيحي، لا لو راجل مسلم برضه هيكون ليا نفس الرأي، لأن الحرمانية واحدة. احنا بنتكلم على امرأة قامت باحتضان او حضنت راجل غريب عنها وقبلته وهو قبلها والكلام ده كله، هما اجانب عن بعض يعني ناس اغراب عن بعض، مفيش رابطة شرعية بتربطهم ببعض، وبالتالي فالحرمانية هنا واحدة. ممكن يكون بقى عند البعض الموضوع زيادة شوية لأن الفنان لطفي لبيب قبطي والكلام ده كله وهي مسلمة، ولكن أنا بالنسبة لي الاتنين سيان. فطبعا المشهد أنا شفته مشهد مخجل فعلا، يعني مشهد مخجل، يعني المفروض
يعني هناك سلام، مش عايز اقول سلام العظماء، يعني سلام المحترمين، يعني سلام الناس المحترمه. وراجل راجل المفروض هو راجل المفروض اللي انتوا متربيين زي ما انا قلت خارجين من رحم المجتمع المصري، يعني ما انتوش ناس جايين من مجتمعات اخرى ولا من كواكب تانية ولا الكلام ده كله. المفروض انتوا خارجين وعارفين ان في قواعد، في صح وغلط، في صح وفي غلط، في حاجات تصح وحاجات ما تصحش. والمفروض اللي انت سيده مفروض كبيره في السن وواحده يعني مرتي بخبرات كتيره، وواحده المفروض اللي انت يعني فنانه محترمه قدمت ادوار محترمه، المفروض تكوني عارفه الصح من الغلط. يعني ما انتش شابه صغيره زي ما انا قلت عنفوان الشباب واخدك، فلقيتي واحد شاب كده ظريف وجميل فروحتي واخداه بالحض وان كان ده برضه غلط. انتوا الاثنين ناس كبار في السن، اللقاء بينكم المفروض المفروض على الاقل يعني يعني مش عايز اقول يعني او بالكتير او مش على الاقل يعني بالكتير قوي يكون السلام بالايد، السلام بالايد، وانتوا بتسلموا على بعض كده ممكن تقول له اخبارك ايه عامل ايه يعني الف سلام عليك مش عارف ايه الكلام اللي هو الكلام ده كله الكلام ده كله. ولكن ان انت تقومي فجاه واخده بالحضن وهو ياخدك بالحضن وتعبطوا على بعض وانتوا في هذا السن المتاخر وبوس واحضان والكلام ده كله، اعتقد ان ده شيء فعلا مستفز ومحدش يرضى عن هذا المشهد. انا شفت المشهد فعلا مشهد مخجل ومشهد زي ما قلت لا يتناسب مع سنهم ولا يتناسب مع يعني وضعهم ولا قيمتهم ولا الكلام ده كله. والمفروض ان هي كان يبقى عندها يعني حسن تصرف اكتر من كده ولا تغضب على هذه المرحلة. انا اعتقد ان هي اللي اقدمت على احتضان لطفي لبيب، يعني هي اللي الحضن الاول او الاحتضان بدأ من عندها هي. وطبعا ده شيء غريب جدا بالنسبة لي، يعني ممكن يكون في بينكم صداقة علاقة طيبة الكلام ده كله، ولكن في الاول وفي الاخر يا استاذة سميرة انت شخصية محترمة وعلى الدماغ من فوق، ولكن في الاول وفي الاخر حضرتك يعني سيدة يعني غريبة عنه، سيدة ما انتش لا مراته ولا اخته ولا كده يعني يعني ولا امه يعني معلش يعني عشان خاطر تحضنيه. ممكن الحالات دي يعني حتى الزوجة برضو بيصحش في الشارع يعني، ولكن ممكن الام ممكن الاخت الكلام ده كله يعني لما يكون بقى المشاعر جياشة او واحد بقى له 50 سنة مسافر بره وراجع يشوف امه يحضنها اخته يحضنها ممكن زوجته برضو سريعا كده ولكن مش قدام الناس. فبالكوا بقى اللي حضرتك دي وجهة نظري، انا بعرض وجهة نظري. وممكن طبعا برضو ممكن بعض الناس تقول انت مكبر الموضوع ده، اتنين ناس يعني رجل بره ورجل جوه ومش عارف ايه والكلام ده كله. يا جماعة الغلط ملوش علاقة بالسن، يعني لو عندهم 100 سنة وعملوا كده حرام برضو، لو عندهم 100 سنة وعملوا كده، لان الحرمانية دي قائمة في اي مرحلة عمرية. لو حضنوا بعض وهم عندهم 20 سنة بهذه الصورة اللي حضراتكم شفتوها يبقى حرام، ولو وصلوا 100 سنة وحضنوا بعض بالطريقة دي يبقى حلال. لا طبعا يعني العملية مش مرتبطة بالسن، ولكن أنا بتكلم على التصرف ده، فعلا تصرف يعني فعلا مش لطيف ووحش قوي إن هو يبدر من يعني المفروض الفنان زي ما قلت لكم الفنانة سميرة عبد العزيز اللي برقت بالقبلات والأحضان والكلام ده كله، حرام يعني حرام وعيب يعني لا يتناسب. يعني أنتوا ناس المفروض كبار، حتى يعني زي ما انا قلت لو سن صغير ممكن نقول يعني جنان الشباب بقى والروشان والكلام ده كله وان كان حرام برضه وما فيش حد نصحهم وما خدوش خبره في الحياه وما شافوش والنت والكلام، لكن ده انتوا ناس يعني معلش جايين من اعماق التاريخ، يعني انتوا ناس جايين من اعماق التاريخ، يعني ناس جايين من سنوات سحيقه قبل كده فمرتوا بحقب كان فيها يعني النهارده العمليه ثابت شويه، لكن انتوا جايين المفروض اتربيتوا، انتوا اللي اتربيتوا المفروض التربيه اللي هي التربيه القويه، التربيه اللي فيها انضباط وفيها حزم وفيها الكلام ده كله، المفروض انتوا الجيل بتاعكم ده، الجيل بتاعكم ده، فانتوا المفروض تربوا الاجيال اللي بعد كده، مش انتوا اللي تعملوا كده، مش انتوا اللي تعملوا كده. يعني انا واحد مثلا في سني ده انا اصغر، انا راجل كبير في السن لكن اكيد اصغر منكم مثلا على الاقل ب 30 40 سنه يعني، فانا اللي بنصحكم، انا اللي بنصحكم. فيعني انا عايز حضراتكم برضو تقولوا لي ايه رايكم. انا شايف ان اللي حصل ده طبعا ده حرام قطعيا ما فيهوش كلام، لان زي ما قلت لكم الحرام والحلال مش مرتبط بسن، مش لو هم صغيرين حضنوا بعض يبقى حرام، ولو كبار في السن زي لطفي لبيب وسميرة عبد العزيز يبقى حلال. لا طبعا انا شايف ده الحرمانيه قائمه ان شاء الله يكون عندهم 1000 سنة، لانه راجل غريب وسيده غريبه وحضنته وبسته وحضنها وبسها وعبطوا ببعض والكلام ده كله كلام يعني لا يرضي الله ولا يرضي حتى الناس اللي قاعده بتتفرج. يعني عايز حضراتكم برضو تقولوا لي ايه رايكم في هذا المشهد اللي انتوا شفتوه. انا شايف ان هو مشهد مخجل، مشهد مستفز، مشهد مسف،
لا يليق ان يحدث ما بين اتنين المفروض في هذه المرحله العمريه، وفي نفس الوقت زي ما قلت اتربوا، المفروض تربيه ليها طبيعه خاصه في الجيل بتاعهم، الجيل بتاعهم اللي اتربى على الحزم والقوه والشده والتربيه والكلام ده كله، المفروض. فلما يبدو منهم هذا التصرف فانا شايف ان هو تصرف يعني لا يصح ولا يليق. حضراتكم اكتبوا لي وناقشوني في التعليقات ايه رايكم في اللي انتم شفتوه، ونتمنى ان ربنا يهدي الجميع. يعني الهدايه مطلوبه على فكره، والدعاء بالهدايه لاي شخص، يعني حتى ان شاء الله يكون عنده 10,000 سنه برضه كنا ندعو له بالهدايه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.